يقوده شاكر الجبوري. جمهور جمهور الطلبلين فقير مع احترامات الجويه، لو مثل جمهور الجويه لما قالوا نحرق ونسوى على ابراهيم بايش عقبوه 15 لعبلين مغترب كاف، عيب استحوا، عيب انت عدنان درجال ما تستحي. انا بزمن على كاظم كنا ندق لافتات على كاظم ما حد يقبل، الله شاهد ما حد يقبل، يقول جانا اوامر من فوق شيل اللافتات، قلنا لهم نغلط جمهور الطلبه مو الغلط. استهداف واضح لكيان النادي للطلبه، ما ادري ايش عندهم ويانا ما اعرف، من الاتحاد، من يونس محمود، من لجنه اللا انضباط، مو انضباط، من لجنه اللا انضباط الزورائيه، يطلع شاكر الجبور في فيديو يقول انا راح اعاقبه وحتى لو نعرف نطي فلوس. انا اتحداكم والله اذا طلعتوا العقد مال لوي العاني وين نادي الطلبه، اتحداكم زين، بس هذا استهداف واضح من زمن النظام البائد. قسما بذات الله اذا لم تتم مطالبنا انه تشيل هاي القرارات سيكون لنا هنا اعتصام. ابو الزوراء راح حاول يغطي فشل الاداري براس نادي الطلبه، حاول يرضى جمهوره بلوي العاني براس نادي الطلبه، ونقول له هاي ما تاكل وحق الله نجيكم لبيوتكم يا علي والي يا اتحاد يا لجنه الضباط ما خليكم تنامون الليل. هسه اللاعب عاقبه اوكي ما عندنا اشكال خطا عاقبه ثلاث مباريات اربع مباريات اغرام اغرام ماليه، بس ليش تستهدف النادي؟ النادي ليش تستهدفه؟ يا ابو علي والي يا الاتحاد طلعونا من طارنا، نفلش المدرجات، نصير جمهور الطلبه مو خوش اوادم، نفلش الملاعب كيفكم؟ ليش ويا الطلبه؟ هذا اللاعب لان فقير لو عنده اثنين معقلين يجيكم للاتحاد تعاقبوا؟ والله ما تعاقبوا، بس لو العاني لو العاني فقير بالقران اذا حاسبتوه وعاقبتوه ما نخلي مدرج ما نفلشه، اريد نصير مو خوش اوادم احنا ورا. ما نخليكم تاخ والله ما نخلي الدوري يمشي شاكي مدرج نفلش المدرجات علي والي بالحسين ما نخليك بالحسين ما نخليك نفلش الملعب على راسك وراس الخلاك بهالمنصب مرتش انت عدنان درجال قلت اريد اخدم الكره العراقيه واريد اخدم واريد اصلح وينك اصلاحك يعني بس قرارات على نادي الطلبه خصم 20 مليون عدنان اذا ما تدبرها كابتن ارجع القطر يا اما تحكم بالعداله وبالانصاف يا اما ارجع القطر لا تبقى وانت ضعيف